اهلا وسهلا بيكم. نعمل تاني وصف حلقه النهارده اللي هي كيك الحليب المكثف المحلى. ومقادير الكيك: 300 جرام زبده، 150 جرام سكر، 5 بيضات، 250 جرام دقيق، 2 معلقه صغيره بيكنج باودر، 1 علبه حليب مكثف محلى، 1 معلقه صغيره فانيليا، 1 معلقه كبيره عصير ليمون، 1 معلقه صغيره جوز الطيب، و3 معالق كبيره بشر ليمون. وبالنسبة للتوبينج اللي هنحطه مع الكيك، هيكون عندنا كريمة مخفوقة وفواكه مشكلة على حسب اختيارنا. هنبتدي بالزبدة. أجيب معلقة نضرب الزبدة والسكر لحد ما يبقى الملمس بتاعهم ملمس كريمي، وممكن أضيف معاهم من الأول بشر الليمون. علشان كل ما هيتضرب مع الزبدة والسكر هيطلع الزيوت بتاعته ويدينا نكهة وطعم أحلى. وأبتدي أحط الفانيليا مع البيض، وأحط البيكنج باودر وجوز الطيب مع الدقيق، ونقلبهم مع بعض ونبتدي نضرب الزبدة والسكر. نرجع برضو تاني ننزل من على الجناب، نتأكد ان كل حاجة اختلطت مع بعض كويس. لان المرحلة دي من اهم المراحل في الكيك، اللي هي بندخل فيها الهواء وبنعمل فيها الإيمالسيفيكيشن، او زي بالظبط ما بنعمل المايونيز، يعني بندخل الزيوت مع المية مع السكر، كل ده بندخله في بعض، فده اللي بيخلي الكيك بتاعتنا تطلع ناجحة. فلازم نهتم بالمرحلة دي وما نستعجلش فيها. ودلوقتي هنزود الحليب المكثف المحلى. وهنرجع نضرب تاني.
ودلوقتي هنحط الدقيق والبيكنج باودر وعصير الليمون ونقلب آخر حاجة. وطبعا بعد ما بنحط الدقيق مش بنخلط كتير لان احنا مش عايزين خيوط الجلوتين تبقى قوية. وعايزة اشرح بس تاني انا قلت ليه قلت مايونيز في الاول، لان احنا بنضيف زي ما احنا عارفين البيض، بالنسبة لبياض البيض، بياض البيض 90% مية و10% بروتين، وصفار البيض 65% مية و35% بروتين ودهون وكده. وبالتالي احنا لما بنخلط الزبدة بنحاول نخلط الزبدة مع البيض، فاحنا اساسا بنخلط دهون مع مية، وده بيبقى صعب. فاحنا بالظبط زيه زي المايونيز، زي ما بنحاول نخلط صفار البيض في المايونيز مع الزيت اللي احنا بنستعمله سواء زيت زيتون او زيت عادي، لازم نفضل نحط الزيت مع صفار البيض شويه شويه. لو حطينا الزيت كله مره واحده بتفصل والمايونيز بتاعنا بيبوظ، ما بيعملش المايونيز التخين الحلو ده. نفس الحكايه بالنسبه للكيك، لو حطينا البيض كله بس طبعا بنعكس بقى المره دي، بيبقى الدهن هو المحطوط الاول سواء كان زيت او زبده، وبنضيف له السكر بيبقى مع السكر، وبعد كده بنضيف البيض. لو حطينا البيض كله مره واحده هيفصل. نفس الحكايه لان احنا بنحاول نمزج ميه وزيت، وميه وزيت زي ما احنا عارفين مش ما ينفعش يختلطوا ببعض، فلازم نضيفهم شويه شويه. وعلشان كده مش بنحط البيض كله مرة واحدة، بنحط البيض واحدة واحدة واحنا بنخلط في نفس الوقت اللي احنا بنضرب فيه، علشان ينفع يمتزجوا ببعض ويكونوا الملمس التخين ده اللي هو عامل زي المايونيز اللي بنسميه emulsification، بحيث الكيك بتاعنا يطلع ناجح. وفي طريقة، في ناس بتضيف لخليط الكيك العادي بتاعها ممكن بتضيف كوباية مايونيز، ده بيخلي الكيك ناجحة، لأن ده بيخلي الواحد يضيف الخليط اللي هو بدل ما يعمله هو بطريقة الإضافة صفار البيض بالراحة للزيوت أو للدهون، بيحط كوباية مايونيز على طول مع الكيك مع خليط الكيك، وده بيخلي الكيك تطلع ناجحة وبتطلع طرية وحلوة. فدي طريقة تانية برضو ممكن الواحد ينجح الكيك بيها، لو هو مش شاطر قوي في عمايل الكيك ممكن يضيف كوباية مايونيز لخليط الكيك بتاعه. هنفرد الكيك وهندخلها الفرن على 160، وهتقعد في الفرن حوالي ساعة إلا ربع. ندخل الكيك ونجيب الجاهزة ونزوقها مع بعض، وده بيبقى شكل الكيك الجاهزة. وأجيب الكريمة ونزوقها مع بعض.